شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور مختلف طوائف المجتمع. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر حفل الإفطار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة، كما حضر حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير وواسع من مختلف طوائف المجتمع المصري، فضلا عن كبار رجال الدولة ورؤساء الأحزاب والإعلاميين.